مضى ما يزيد عن 30 يوما ولا تزال المعارك مستمرة بين فصائل الغوطة الشرقية، بدءا من مدينتي دوما ومصرابة، مرورا بمدن عربين وزملكة وعين ترما وحزة، انتهاءا بمنطقة الأشعري التي تتركز فيها المعارك بشكل كبير، حيث باتت المنطقة هدفا لجيش الإسلام من جهة وفيلق الرحمن وهيئة تحرير الشام من جهة أخرى. تساؤلات واستفسارات كثيرة تدور حول اقتتال فصائل الغوطة الشرقية وأسبابه وأهدافه، وإلى متى سيبقى مستمرا؟ يقول قادة عسكريون في جيش الإسلام أن ما يحدث في الغوطة الشرقية ليس اقتتالا كما تصوره بعض وسائل الإعلام، وإنما واجب ثوري على كافة الفصائل العسكرية. بعد دخولنا إلى مقراتها تبين أن هناك مخططات ووثائق تثبت يعني نية جبهة النصرة باقتحام مواقع جيش الإسلام ومناطقه لإنهاء وجوده في الغوطة الشرقية، وبالتالي سيكون هذا تعتبر كارثة حقيقة عسكرية وإنسانية وحتى سياسية بكل المقاييس على الغوطة الشرقية فضلا عن الثورة السورية. فكان من واجبنا طبعا يعني بالقيام بعمل شامل بكافة الغوطة الشرقية لاستئصال هذا الورم الخبيث وإنهائه. المسؤول الأمني في هيئة تحرير الشام بالغوطة الشرقية من جانبه نفى ما تم بثه عن اعتراض الهيئة لأرتال عسكرية تابعة للثوار، مؤكدا أن ما يحدث في الغوطة الشرقية محاولات لإجهاض الثورة على حد تعبيره. لم نعترض أي رتل عسكري، لا لما يسمى بجيش الإسلام ولا لأي فصيل غيره كان متوجها لمؤازرة أي جبهة من جبهات الغوطة الشرقية. وأما سبب القتال فباختصار هو محاولة لإجهاض هذه الثورة المباركة ولبيع تضحيات أهل السنة فيها ولضرب أي قوة عسكرية تحاول وتسعى لإسقاط النظام النصيري. أينما وقعت عيناك في الغوطة الشرقية لن تشاهد إلا حواجز عسكرية في تزايد ومتاريس وسواتر ترابية تملأ الشوارع، حيث يرى أهالي الغوطة أنهم الخاسر الأكبر في هذا الاقتتال الذي لم تجدي مظاهراتهم نفعا لإيقافه ولا مبادراتهم في إيقاف تقسيم الغوطة الشرقية. أما الرابح الأكبر من اقتتال الفصائل فهو نظام الأسد والحشود الشيعية التي باتت على أعتاب الغوطة. عند سماعك لأزيز الرصاص وأصوات الآليات الثقيلة في هذا الاتجاه، تعتقد أن فصائل الغوطة الشرقية تستعد لعمل عسكري لإيقاف التغيير الديمغرافي والتمدد الشيعي والتهجير القسري، لكن على أرض الواقع تختلف الصورة تماما، فالمعارك هنا معارك نفوذ وسيطرة وتقسيم للغوطة الشرقية وتضييق على أهلها بحسب وصف الناس هنا. يمان السيد، أورينت نيوز، ريف دمشق.